نعم، في الحديث الصحيح هنالك خصوصية لضيوف الرحمن دكتور عايض بأن يسأل الله مخاطبا إياهم ما أراد هؤلاء. كيف تفسر مثل هذه الخصوصية في علاقة خالق بمخلوق؟ نعم عظيم. أول الحديث صحيح، والله يعلم سبحانه هو الذي خلقنا ويعلم سرائرنا وضمائرنا وما تكون صدورنا، وهذا ليس سؤال تقريري، هذا ماذا يريد الله يريد يعلم قبل أن يخلقهم سبحانه. صحيح. وإنما هو للتشويق والتحبيب والتقريب. قال ماذا يريد هؤلاء؟ والجواب يريدون الله. إنك تعلم ما نريد، ألا بلغ الله الحمى من يريده وبلغ كلاف الحمى من يريده. يعني مع الكلام الشرح يقول ماذا يريد هؤلاء، فيه مطوي، يعني في الكلام مطوي، وهو أنهم يريدون رحمته سبحانه ومغفرته، وأنه سبحانه وتعالى سوف يجزي لهم العطية والمغفرة وسوف يرحمهم ويتجاوز عنهم، وإنما مهد لهم هذا. ولله المثل الأعلى، تدخل على أحد الملوك والكبار قال ما هو مطلوبك، معروف أنه سوف فتح لك الأباب وما أذن لك تدخل بلاط في المجلس إلا وأبشر بك بخير. فما دام سهل لك الله الوصول عنده سبحانه وتعالى، فمقصوده أنه الرحمة والرضوان، نسأل الله يرحمنا جميعا، ليس الحجاج فقط، بل نسأل الله أن يشملنا برحمته جميعا وجميع الحجاج والوافدين والذين أيضا ما استطاعوا أن يحجوا. أنا أقول كلمة، رب حاج رب مسلم لم يستطع الحج في أصقاع الصين أو أدغال أفريقيا، ولكنه حج بقلبه ومشاعره ونيته الطيبة وأدى ما عليه من الفرائض، فالله يقبل في من قبل جل في علاه، ولا إله إلا هو ولا رب سواه. إن أذنت لي بين قوسين تفضل شاهد، ودي أختصر علشان المشاهد يتابعنا وأختي المشاهدة علشان يستغلون حتى الغروب بكلمة قالها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في أثناء حتى البرنامج. أنتم سمعتوا اليوم مواعظ كثيرة وفتاوى، لكني سوف أختصر لكم عملا جليلا لم يسبق مثله ولا يوجد مثله في هذا اليوم. يقول راكان بن عثيمين رحمه الله، يقول ما قل دل وزبدة الهرج نيشان، والهرج يكفي صامل عن كثيرة. يقول عليه الصلاة والسلام خير ما قلت أنا والنبيون عن يوم عرفة، لا إله النبيون قبلي، لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أخي وأختي وبنتي وابني، وأنتم تسمعون أو تشتغلون أو تعملون أو كذا، أنت في السيارة في المكان، ردد هذه حتى الغروب، هذا أفضل عمل هذا اليوم، لأن هي التوحيد الخالص، لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. إلزمها قصدي حتى نحفظ الوقت وأنتم تسمعون البرنامج. طبعا وأيضا إضافة إلى الدعاء طبعا، خير ما أقول. نعم يا شيخ، لأن الدعاء فاضل هذا اليوم ومستجاب بحول الله عز وجل خاصة، وكثير من الناس صائم حتى لو هم صائم الله يقبل من الصائم والمفطر، فهذه نافلة، لكن طبعا نور على نور. وأرى أن يتوجه الناس حتى قبل الغروب إلى ربهم سبحانه وتعالى. الدعاء في حد ذاته بس أنك ترفع يديك هذا عبادة، حتى والله لن يخيب الداعي سواء استجاب له أو صرف عنه من السوء مثل ذلك أو أدخلها له عند الله يوم القيامة. يقول كثير من العلماء أن مجرد أن ترفع يديك معناه إعلان الانكسار للواحد القهار، ومعناه إعلان الاضطرار للعزيز الغفار، أنت يعني سلمت نفسك وأبشر بما يسرك عند الله. ترى حنا كلنا فقراء ندخل على الله من باب الفقر، الذين يعني في الشرفات الآن وفي صعيد عرفة ترى فيهم الرئيس وفيهم الأمير والوزير والغني وكذا، لكنهم فقراء، الرداء واحد، ترى ما تميز هذا من هذا، ما في غني في كل يوم، لكن يتجلى اليوم إلا الله، ولا في قوي إلا الله، كلهم يبكون ويطلبون إلها واحد، يطلبون الغنى وهذا يطلب قضاء دين وهذا صحة وهذا عافية وهذا ذرية وهذا نجاح وهذا وظيفة، ويسمعوا الأصوات ولا تختلف عليه اللغات، ويجيب الجميع بمختلف الحاجات لأنه رب الأرض والسماوات. فنطمع في فضله سبحانه. وارفع يديك داعيا بما يلهج لسانك به جدا، دون تكلف، دون واحد يقول والله أنا ما عندي جزاء ولا عندي بلاغة ولا الصدق عندي. الصدق هو أعظم لغة يخاطب بها الله سبحانه وتعالى. والله إنك تجد عامي قد يكون عامي لا يحفظ إلا الفاتحة، وعجوز في خدرها ولا عجوز في غرفتها من طين، وتصدق الدعاء مع الله إن الله يجيبها. أما يأتيك إنسان يتفصح ويشكك الكلام ومقامات الحريري ويأتي بسجع متكلم بسجع الكهان، وقد أحيانا قد القلب لا يكون حاضرا، ولذلك يسأل الله كل حاجة، حتى شسع النعلة لو انقطع إذا ما أعان الله يمكن ما يصلح، وملح الطعام في الترمذي، يسأل الإنسان حاجات بكل أريحية، يدخل في الموضوع، يا ربي ما عندي ذرية، يا ربي ارزقني، يا ربي إن زوجتي مريضة، يا ربي إن ابني كذا وكذا عاقة أهدي قلبه يا رب العالمين، يا ربي إني تحملت الديون، يا ربي إني أسرفت على نفسي في الذنوب والخطأ. هذه تصل مباشرة يا شيخ، لأنه الصدق. لأن بعض الناس تجده يأخذ دفتر معه كتاب، وأنا ترى ما أشجع أنه
حمل الكتيبات هذه والأشياء لأنها تفصل القلب عن الله عز وجل، ولا ترديد الدعاء خلف ولا أرى ما أرى، لأنه ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل السلف، ولكن ما نقول أنه بدعة لكنه خلاف الأولى. يعني مثلا كل واحد ينطلق على سجيته، الله يعلم سبحانه وتعالى الألكن والأعجمي ولغات أهل الدنيا كلهم بلغاتهم لأنه خلق اللغات سبحانه وتعالى، ويعلم القلوب الصافية. يعني الأدعية البسيطة من القلوب الصافية واصلة إلى رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. الذي ينقصنا هو الصدق والإخلاص في القول والعمل. وأنا أقرأ في سير السلف، يا أخي عرابي كان يرعى غنما ثم التفت وإذا القحط مجدب فالتفت، قال يا ربي وأنت أكرم الأكرمين ترضى بحالي، فنزل الخيط مباشرة. فهو يبغانا اختصار في الدعاء، تجنب السجع، تجنب التشكيكات التي يفعلها بعض الناس من التكلف، يعني البلاغي الآن الذي هو ممجوج بكلمات غريبة، ومنها لا يتعدى في الدعاء. مش المقصود بالإلحاح بالدعاء يا شيخ؟ الإلحاح أن يسر وأن يكرره، يعني أنك تجي وأنت طالب حاجة وأنت تطلب من الله سبحانه وتعالى ملح متصادق فيها، أنت تريد سبحانه تكرر ثلاثة من قلب ومن نية. يا شيخ من ألح في الدنيا، أنا دخلت في أمور حتى في الرقاب دخلنا، والله إذا جانا معنا واحد مريح سبحان الله تسهل، ينفك عليك شاعر ولا ديب على صاحب المحل، تراني داخل بوجهي وتراني كذا كذا وحنا لك وترى في عيوننا وبشر بما يرضيك وسألناك بالله كلام فيأتي ذا قال عفوته. ملك الملوك حب الإلحاح سبحانه، لأنه ملك الملوك غني سبحانه وتعالى. إما واحد يأتي كأنه يدعو ثم يلتفت وفاتر في الدعاء وما يدري يجمع ولا ما يجمع، لا، أنت تقصد ملك الملوك أن تدعو أولا تثني عليه في أول الدعاء بالحمد والمجد وتمدحه. يقول صلى الله عليه وسلم سمع داعي يدعو قال عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه وتمجيده. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك شوف يا شيخ علمنا صلى الله عليه وسلم إذا بدأ الإنسان في الدعاء هذا السنة، اسمعوني أحبتي، أن يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، الحنان المنان ذو الجلال والإكرام الحي القيوم، اللهم إني أسألك بأن أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سمع صلى الله عليه وسلم داعيا يدعو في هذا في المسجد، من رواية بريدة بن الحصيب الأسلمي قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد دعا بسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، لأن هذا اسم الأعظم في هذه الأسماء. فالله كريم، والله المثل أعلى، أحد عيان الدنيا إذا دخلت عليه وقدمت قصيدة ثم أثنيت عليه ثم ذكرت مآثره ثم ذكرت أمجاده ثم ذكرت حاجتك واضطرارك وأنك من رعيته وأنك تحمل الولاء، يا أخي هذا أنا أقرأ في السيرة كذا شيء فوق الوصف، وأقرأ للشعراء حتى أن يقول ليت الشعراء خاطبوا رب العزة بهذا. المتنبي خلع قلب كافور أول ما وصل إليه وسيف الدولة. فملك الملوك يثنى عليه، يمدح سبحانه وتعالى، يذكر بأسماء الحسنى. وللحاح يا شيخ ما كان الحاح في دعاء إلا أستجيب بحول الله وقوته، وأنا أطمع في فضل الله وكرمه باسم الأعظم أن يغفر لي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.